كنا بنستأنف فقرة التحكيم وعندنا بطولتين، كانت بطولة كاس مصر 2014 وبطولة الدوري وكده بطولتين من 10. نروح لكاس مصر 2015 عشان نشوف نسبة مساهمة التحكيم لو كان موجود فار مع نادي الزمالك في آخر 10 بطولات ليه. حاجة صعبة جدا بس وفقا للصورة أو إن في تسلل في اللعبة، يعني بص الخط الوهمي بتاعنا وخط في يا كابتن اللي سهلها هنا خط ال 6 ياردة ده مساحة اللعبة. واخد بالك؟ هنا المهاجم رجليه دخل ال 6 ياردة والمدافع خارج ال 6 ياردة. حضرتك شايف إنها تسلل؟ طبعا يا كابتن الخط موضح إنها تسلل خالص. اللي قدام حضرتك ده يا كابتن إيه؟ بتاعت أحمد نبيل مانجا. انا بالكلام اللي انا قلته انت ايه راي حضرتك؟ لا كده ده متحرك، ده طالع قبل الكره ما تتلعب بخطوه او بخطوه او خطوه. المساعد والحكم يعيدوا ركله الجزاء، ادي اول يعني ركله جزاء لابد ان دي اول ركله جزاء لابد ان تعاقب. جنش والكره ديت، قول لي يا كابتن حرك اتحرك برضو عيد وثبت. طالع قبل ما تتلعب الكره. في اخطاء، بص الاخطاء النهارده مش في المباراه، مش في المباراه. اخطاء تحكيم في ركلات كده. هو عادة انت لو جبت اي ركلة ترجيح او ركلة جزاء بتتسدد على مرمى جنش تأكد ان هو هيكون يعني طلع 3 ياردة، لكن غريبة جدا ان التحكيم بتاعنا مش بياخد باله تماما، خطأ متكرر عادي جدا. لكن ادي كمان بطولة فيها طبعا التحكيم مساهم بشكل كبير جدا، لان دي كانت مباراة ركلات ترجيح، فهنا نشيل البطولة ونحط صورة الحكم، وبكده معانا 3 بطولات من اصل 10 بطولات التحكيم مساهم فيهم بشكل كبير. كان الماتش ده ضد مين؟ ده ماتش ضد، ما خلاص بقى انت ليه انت عايز تزعل الراجل؟ انت عايز تزعل الراجل يعني؟ انت مصر يا جماعه، كفايه سموحه والله. انا تعبت الراجل طلع في مره قال طيب. حازم الله ونعم. هنيجي دول 3 بطولات مالناش دعوه بيهم، هنيجي بقى لكاس مصر 2016 البطوله الرابعه معانا. نشوف الفيديو في لعبه شهيره جدا بين باسم مرسي وسعد سمير ونرجع نعقب. غير تحضير بيلعب كرة أمامية عالية وحوارات قوية جدا جدا النهاردة في الرقابة، ولكن سلامات لسعد في كوع واضح تماما تمام. شفت سعد سمير المفتري وهو بيضرب وشه في كوع باسم مرسي؟ قوية جدا يا أخي، صعب سعد ده يا جماعة. مفيش كده، أنت متخيل أنك بتقول لي لو الفار موجود كان مسار البطولات اتغير؟ أنت عايز تقنعني بقى هنا؟ بقى سيبك من أخطاء الفار اللي وارد أحيانا بتحصل دي، لو الفار موجود مستحيل باسم مرسي بره المباراه. كانت الدقيقه 6 ما فيهاش كلام، الدقيقه 6 وانت ده اثر عليك جدا، وكان من افضل مواسم سعد سمير. باسم سجل اصلا هدف في المباراه وتالق، وكان المباراه اللي طبعا خد بعدها لقب الحاسم، بس كان الحاسم مش بالاهداف في الاساس، لانه فعلا لو الفار كان موجود الفار روم ما كانش اكيد المباراه هتكون نتيجتها كده. كده كام بطولة يا أسامة؟ 4. كده البطولة الرابعة طبعا. لا لازم يعني نفكرهم كده ان كده 4 بطولات زي ما حضراتكم شايفين. بالظبط كده، في 4 تيشرتات، بس احنا قلنا عشان ده طرد ومش ضرب الجزاء فهنقول نص ابيض ونص اصفر فتبقى مساهمة. لكن نروح بقى لمباراة مفيش فيها جدال، وهي مباراة السوبر، وجايبين لكم حكم المباراة نفسه وهو بيعترف ان هو اخطأ وما شافش ركلة جزاء النادي الاهلي في مباراة نهائي السوبر. نشوف الفيديو. I saw in this on the match was he played the first played the ball and after the pass to the some other players there was the contact but for us wasn't that. Yeah, it is in this match must be the 100% penalty. كان في بعض التصريحات انهم مستعدين يعيدوا المباراه دي للخطا التحكيمي، لكن احنا يهمنا اننا نوصل الصوره ان حاليا الخامس بقى 50% من البطولات حط تيشيرت الحكم، عشان دايما نفكركم بالعشر بطولات الاخيره. والله ينور، بالظبط كده. اعتقد اللي قال تصريح الفار ده كان غلطان، يعني الموضوع صعب جدا والله، واحنا بنعمل فقره وصلنا لمرحله احنا مش متخيلين، يعني ما كناش فاكرين الفقره هتطلع كده 3 بطولات. يعني الفقره دي جت انت معاك هو مين ده؟ برضه سموحه تاني يا جماعه والله العظيم ينفع. لا موضوع سموحه ده كده مش صدفه قدريه ابدا. يعني يجي الكاس مصر 2018 كاس كاسونجو اللي قال عنه الباشمهندس فرج عامر انا بطل الكاس الحقيقي، والله معاك حق يا باشمهندس فرج. يعني في تحكيم مصر عشان في بطوله لازم تروح. المهم بقى مع الخطا ده ان البطوله دي اللي ادت لايه بعد كده؟ ده ادت للكونفدراليه وادت لسوبر افريقيا، يعني خطا مركب. نروح نشوف كاس 2018 مش هقول ضد مين ونرجع نعقب. نيجي بقى للعبة طارق حامد، هنا اللعبه اللي جايه دي هنا طرد مستحق مباشر
طارق حامد لانه دخل فيها القوه وفيها السرعه وفيها الاندفاع اهو. نيجي هنا بقى الهدف، هنا طبعا الهدف انا اوقف هنا ان في دفع بين كاسونجو لمدافع سموحه لا يراها الا حكم الفيديو، الناس اللي بتبقى اللي هو النظام السيستم الجديد، لكن اللعبه طبعا الدفع هنا في دفع من كاسونجو للاعب سموحه. يعني اعتقد كوره ما فيهاش كلام، لو الفار موجود كانت الدفع احتسبت. على فكره احنا ما جيناش نعمل الفقره دي من نفسنا، الكلام عن ان لو الفار موجود مسار البطولات اتغير. احنا هنا قلنا لو مسار البطولات كان هيتغير لو الفار كان موجود. عايز اقول حاجه، كويس قوي ان سموحه ملوش جمهور، ده كده السته، كده البطوله السته عشان تبقى الناس مركزه معانا بالظبط كده. ناقص اربع بطولات. وبرغم ان البطوله دي ادت لتواجد نادي الزمالك في الكونفدراليه وبالتالي ادت لحصول الزمالك على الكونفدراليه، الا ان الكونفدراليه الحقيقه كان فيها شويه اخطاء لا تعد ولا تحصى، بدايه من دور الثمانيه وكوره تخطت خط المرمى والنتيجه 1-0 في مباراه الزمالك وحسنيه اغادير. لو كانت النتيجه الهدف ده لو اتحسب والنتيجه اصبحت 1-1 كان نادي الزمالك هيكون مش متواجد في البطوله، لكن مش كده وبس، ده في الدور قبل النهائي كمان يا فارس وفي مباراة النجم. مع النجم بقى نروح للصورة اللي بعدها. مع النجم كان حمدي النجاز، ودفعة واضحة جدا للاعب النجم كانت تستوجب الحصول على اهي جت معانا الصورة، دفعة واضحة جدا جدا. اعتقد برضو ما فيهاش كان بيعمل ركلات ترجيح كتير. لا صعبة جدا يعني، مستحيل برضو الفار كان يفوتها، والكرة اللي الكرة تجاوزت فيها خط المرمى مستحيل الفار كان يفوتها. يا جماعة احنا هنا بنتكلم في معيار واضح، انت بتقول لي الفار كان هيغير مسار بطولات، ده كلام أنا يعني شايف مفيش إن حسين كده غير مسار. دي البطولة كام؟ ما انا نسيت والله انا كده. لا انا شايف ان حسين غير والله فكرني بجد. البطولة دي البطولة السابعة اللي هي في الكونفدرالية من اصل 10 بطولات، لكن اللي حصل لسه في دور الثمانية لا لسه ده ما. اللي حصل في دور الثمانية واللي حصل في الدور قبل النهائي وطبعا صعود الزمالك لمواجهة نهضة بركان طبعا خلى رئيس نادي نهضة بركان يطلع بتصريح شهير جدا، نروح نسمعه ونرجع نعقل. لك كرئيس نهضة بركان وراك رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بركان تنسحب من هذا النهائي ما نلعبوش، حنا قابلين تلعبوا الصفاقسي إلا كان في أدنى لبس، ولكن اللي بغى يعطينا الدروس ما خصوش يقبل الأخطاء التي تسمح بكرات تعدت خط المرمى بالأمطار، تعدته بالأمطار وبفضل هذه الأخطاء أتأهل، ما يجيش يعطينا الدروس ولا يعطينا الموعد على ايه. انا قلت لك لن ولم ولن اسمع بالامطار، يعني طبعا كان تصريح شهير. وطبعا اللي حصل بالفعل في مباراه نهضه بركان من اخطاء جسيمه، ودي اقصى اخطاء انا ممكن شفتها في بطوله افريقيه، لان ضرب فيها الحكم القانون عرض الحائط، فاعتقد كان تخوفات وتصريحات رئيس نادي نهضه بركان قبل المباراه كانت في محلها تماما، لان كان عندنا اخطاء. فارس جنش كان فوق يطرد 3 مرات تقريبا في المباراه دي، واحنا لسه شفنا حاجه في الكونفدراليه، ده لسه احنا قاعدين. نيجي بعد كده لجنش برضو في لقطه غريبه جدا، كان يمكن الصوره بس عشان الحقوق مش عارفين نكملها. كان بعد كده جنش وهو بيعتدي على اللاعب بالراس في لقطه كانت واضحه جدا وفي الدقيقه 41، وهنا كان موجود فار ومفيش اي استدعاء للحكم، ضرب بدون كره. الاهم يا فارس بقى لما كمان جنش حصل في الكره دي على انذار، رحنا لركلات الترجيح، وطالما خلاص بقى حافظين ركلات ترجيح يبقى ايه؟ يبقى جنش هيتقدم ويبقى مش هتتحسب مخالفه، ويبقى هنخالف كل قوانين اللعبه اللي اتعملت من بدايه الحياه عشان جنش بيطلع. الله ينور عليك يا ابني. لكن الحقيقه كان في وجود الفار تم استدعاء الحكم، الحكم عمل بقى اللي هو أسوأ من فكره ان هو كان الفار يتغاضى اصلا عن فكره تقدم جنش. الحكم راح يطبق القانون على جنش، فالطبيعي ان هو يمنح جنش انذار، بالمناسبه القانون اتغير الفترة دي الفكرة التحذير ثم الإنذار، لكن وقت الكونفدرالية كان القانون هو إنذار لتحرك الحارس طالما تصدى للركلة، فالحكم راح بالفعل شاف تقدم جنش، جنش عنده إنذار في الكرة اللي كان يستحق عليها طرد، راح يطلع الإنذار رجع في قراره تاني. معانا صورة للحكم وهو بيطلع البطاقة الصفراء ورجع فيها. أنا عايز حد يبرر لي ده، يعني حد يقدر يفهمني الصورة دي
ايه مبررها؟ يعني الحكم طلع الانذار ورجع ليه؟ برضو مش فاهم. افتكر ان جنش عنده انذار اللي هو اصلا المفروض يطرد، وده طيب. اللي خلى بقى ايه رئيس بالظبط الفرق المغربيه بعد اللي حصل في البطوله ده، حصل تصريح مهم جدا من المتحدث الرسمي باسم الاتحاد المغربي، وللاسف التصريح ده خرج مؤخرا لما النادي الاهلي او الانديه المصريه بتتكلم في تخوف نتيجه بعض الضغوط اللي بتحصل من الفرق المغربيه ونفوذ المغرب داخل الاتحاد الافريقي، بقى عنده مبرر ان هو يقدر يقول لك انت بتكلمني باي حق. نشوف المبرر اللي خلاه يقول لك انت بتكلمني باي حق، لانه ملوش علاقه بالاهلي خالص. نطلع ونشوف الفيديو. أبعث في الصورة أستاذ زاهد، ومن فاز بدوري الأبطال والكل يعرف يعني الظلم الذي تعرض له فريق الوداد البيضاوي أمام الترجي التونسي ذهابا وإيابا، وأيضا حتى فريق نهضة بركان الذي اشتكى من يعني التحكيم خاصة في ضربة الجزاء الأخيرة التي كانت لا قانونية بعدم طرد حارس فريق الزمالك في ضربات الترجيح، والكل يشهد بذلك إضافة إلى الظلم الذي تعرض له فريق حسنية أكادير. يعني وهذه الأشياء نحن بروحنا الرياضية نتقبل هذه الأمور، لكن أن يأتي البعض أي تأثير الآن، التأثير يكون على أرضية الواقع، وعلى أرض الواقع الواقع يكون غير هذا. للأسف دي مشكلة أكبر، وإحنا بنناقش الفقرة مش قصة كمان خسارة بطولات أو وضع الفار في البطولات دي، قصة إن كمان بقى الطرف الآخر لما أنت بتيجي تتكلم بيستشهد بواقعة زي دي ويقول لك أنت بدين بتقول إن أنا هتجامل وفي بطولة واحدة حصل كذا 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 وكله لصالح فريق نادي الزمالك، ونيجي في الآخر نتكلم عن إن الأهلي بيجامل بالتحكيم. كان في واحد لسه قريب بيقول الحمد لله هم مش طالعين تاني، وإحنا كنا بنحضر الحلقة. نصيبك يا ابني والله. رزق كده 8 بطولات زي ما حضراتكم شايفين، وطبعا كونفدراليه يعني اكيد لو كنت التحكيم او الفار كان منح نهضه بركان وحسنيه اغادير والنجم الساحلي الناس دي خدت حقها من التحكيم، ما كناش هنوصل لبطوله السوبر الافريقي، وبالتالي ما بني على بطوله الكونفدراليه اللي فيها 3 اخطاء فبقت كمان البطوله التاسعه. ده عندنا كمان بطوله كاس مصر 2019 واخطاء في الدور قبل النهائي مع مباراه مصر المقصه، لكن احنا كمان قلنا هنخليها الاخطاء دي ركلتين الجزاء اللي كان المفروض يتحاسبوا المقصه وقتها كان ميدو هو المدير الفني للمقصه، كمان دي قسمناها نص زمالك ونص تحكيم، لان قلنا وارد جدا ان الزمالك كان ضربات الجزاء تضيع او يتعادل. كده عندنا كام بطوله يا فارس؟ 9 بطولات من اصل اخر 10 بطولات لو كان الفار موجود كان مسار البطولات اختلف تماما. عايزين نقولها بس بالنسبه للمقاول الاول، لا لازم بالنسبه للمقاول الاول 90% و9 من 10 اكيد، لا لازم انا عايز اقولها دي، انا مستني الهاتريك. 90% من بطولات الزمالك على المعيار العشوائي اللي احنا خدناه في اخر 10 بطولات كان فيه مساهمات تحكيميه. عندنا حاجه مهمه جدا، سؤال بقى الحلقه، نتحدى فريق في العالم من اخر اصل 10 بطولات في 9 بطولات كانت الاخطاء التحكيميه ادت ليهم، اللي يجيب لنا اي فريق تاني على مستوى العالم. طب اقول لك العشره كمان ايه؟ العشره يا السوبر المصري كانت بتراقب ركلات الجزاء او ركلات الترجيح، وبالتالي 90% تحكيم و10% حظ. نشوفكم في حلقات جديده، بنعتذر لو سهرناكم. سلام.